السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء. اليوم سنتوجه معا إلى مقاطعة سيونيك جنوب شرق أرمينيا، ونزور خلالها مجمع داتير الرهباني. كان هذا الموقع معبدا وثنيا، وفي القرن الرابع تم تحويله إلى دير. دعامة صورجان هي إحدى درر الهندسة المعمارية للقرون الوسطى، وتطلق عليها أيضا اسم الدعامة المتأرجحة. في أي حالات تتأرجح هذه الدعامة؟ وماذا تعني بتأرجحها؟ كيف يمكن أن تبقى هذه الدعامة الصامدة في حين كل الأبنية المجاورة لها قد دمرت بسبب الزلازل أو الغزوات؟ ما هي الظواهر الطبيعية التي ترتبط بهذه الدعامة؟ دعونا نكتشفها معا ونعزلها عن الأساطير. القرن التاسع، مجمع رهبان داتير، مقاطعة سيوني. المسافة عن يربان 253 كيلومتر، أطول تلفريك بالعالم، وطوله 5752 متر. يتواجد فوق وادي بورودان، وهو كفيل بأن يصلنا خلال 12 دقيقة إلى مجمع الرهبان. تعتبر قصة دير داتير من أكثر الصفحات المنيرة في تاريخ أرمينيا. عشرات السنين وعمل جاد وضخم تطلب لتشييد هذا المجمع منذ القرن الثامن ولغاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر. شيدت وتم إعادة تشييد كنيسة الرسل الرئيسية، أو كنيسة بطرس وبولس، وكنيسة السيدة العذراء، وكنيسة القديس كريكور المنور، ودار المخطوطات، والمدرسة، وقاعة الطعام، وأسوارها الضخمة. في القرن الثامن كان مركز أسقف مقاطعة سيونيك، وكانت من أشهر الكنائس الأرمينية. وأن نصب دعامة الصولجان هو اللغز المبهم لهذا المجمع. أن هذه الدعامة المتأرجحة صممت شبيهة لصولجان الكاثوليكوس، واسمه الثالوث المقدس، الأب والابن والروح القدس. وفي الكنائس الأرمينية المعاصرة لا توجد مثل هذه الدعامة. واستنادا إلى التسجيل المثبت قرب النصب، أن دعامة صولجان شيدت عام 906 ميلادية. وكذلك حسب راوي مقاطعة سونياك وأسقف داتير استيفانوس أوربيليا، يقول بأنها كانت موجودة قبل تشييد كنيسة الرسل بطرس وبولس بسنتين. وللأسف كان منسيا ومهملا طيلة قرون. وأن هذه الدعامة بالرغم من اهتزازها بقيت صامدة
مقارنة بالأبنية المجاورة. واليوم لفتت انتباه العلماء ويعتبرونها فعلا من عجائب الهندسة المعمارية، ويقال أن دعامة صولجان كانت تتحرك باستمرار أثناء الموعظة التي كان يقدمها القديس كريكور داتيباتسو. من الواضح أن مجمع داتيب الرهباني دمرت عدة مرات، أما من قبل الغزاة أو من قبل الزلازل، بقت صامدة فقط دعامة الصولجان التي شيدت في القرن التاسع. يقال أنه أثناء هجوم الأعداء كانت تهتز، وكان يعلمون بأن هناك خطر قادم. في عام 1931 أثناء الزلزال تأثرت قليلا، حيث كانت تهتز لمسافة 30 سنتيمترا، لكن اليوم اهتزازها من 5 إلى 6 سنتيمتر. كان من المفروض أن تتحرك الدعامة على كل الاتجاهات من دون أن تسقط. الأسطورة تقول أن الدعامة أرهبت جيوش السلاجقة الغازية وأجبرتهم أن يرموا بأنفسهم في الوادي العميق، معتبرين الصولجان برجا للشيطان. هناك رأيان حول اهتزاز الدعامة. الأولى تهتز أثناء الزلازل وتحذر من وقوع كارثة، والثانية تهتز بفعل أصوات أرجل الحصن أثناء الغزوات مشيرة إلى الخطر القادم. لكن نريد أن نذكر بأن الدعامة شيدت عام 895 وتحديدا يوم 11 أغسطس. هل هذا اليوم اختير اعتباطا؟ هناك رأي يقول لا. في عام 2008 عندما اكتشفنا أول مرة حزام أوريون واقف عموديا فوق الصولجان انصدمنا، لكن كان المفروض أن نعطي تحليلا لما شاهدناه. وأخيرا في عام 2012 استلمت من العالم الفلكي الروسي إجابة قطعية، حيث تابع حركة النجوم من خلال برنامج للكمبيوتر دقيق ولا يقبل الشك، والخاص بمراقبة النجوم تبين لنا الشكل التالي. في يوم 11 أغسطس الساعة 5 فجرا، لو وقفنا أمام دعامة الصولجان واتجاهنا نحو الشرق، سنشاهد حزام أوريون يقترب ويظهر أمامنا عموديا فوق دعامة الصولجان، والتي هي أعلى نقطة لها في السماء، وبعدها تبدأ بالتراجع إلى أن تختفي. وللعلم أن هذا الحزام يظهر عموديا فقط في أرمينيا، أما في مصر يظهر بشكل مائل فوق أهرامات الجيزة وبزاوية تقريبا 45 درجة. وهناك رأي بأن هذه الدعامة هي النقطة التي من خلالها كان يراقبون النجوم ويحسبون الوقت. دير داتيب في أوج عظمته كان له 500 راهب، وأغلبيتهم كانوا ينشغلون بالتدوير والتأليف، وكانوا يحفظونها هنا في دار المخطوطات. وليس من قبيل الصدفة أن يكون لهذا الدار نوافذ تطل على الوادي. وهنا كانت موجودة العديد من المداخل والمخارج السرية لكي يتمكنوا من تهريب كنوز داتيب. والكنوز هي الكتب والمدونات والمخطوطات، لكي لا يتمكن الغزاة من الاستيلاء عليها وتدميرها. من الواضح
في أوقات الخطر كانوا أمراء ورجال الدين في شيونيك يخفون كنوز ومخطوطات ذاتية في أماكن بعيدة، يصعب على الأعداء الوصول لها. وكانت تلك بانا بيرد أو حصن قلعة بانا. لنتوجه إلى هنا ونلاحظ ما هي المنظومة الدفاعية لتلك الحصن. من المحتمل أن نجد هناك مخبأ كنوز ذاتية. هذه الحصن المحمية بالصخور الضخمة شيدت في القرن الثالث والرابع. أمير شيونيك كان يخفي هنا كل الغنائم التي يحصل عليها، ولكن الآن هذه الحصن مدمرة والضباب يخفي حتى الطرق المؤدية إليها. القلعة تركت في القرن الثاني عشر عندما تمكن السلاجق الأتراك من احتلال القلعة ونهب ما فيها. لحد الآن وافق الرأي القائل في عام 1170 السلاجق الذين احتلوا بانابيرت قاموا أيضا بحرق أكثر من 10,000 مخطوطة يدوية تابعة لدير داتير. الحصن كانت لها أيضا ممرات سرية والمخابئ المحفورة بالصخور والتي تم اكتشافها من قبل علماء الآثار لم تسلم من أيدي الأعداء. يقول الدكتور وبروفيسور علوم التاريخ كريكور كريكوريان، لو تصبرون لبضعة سنوات سوف نحل لكم اللغز، لأننا قررنا أن نقيم بالتنقيبات، علما أنني بدأت منذ عام 1978 بالتنقيبات في بانابير، إلا أن ذلك قليل، لأن يوجد لدينا أحد الغرف مرسوم فيها أسهم مختلفة. ما هي هذه الأسهم؟ رموز وألغاز، ومن خلال هذه الأسهم سوف نحل كل الألغاز، لأن هناك يتواجد كهف كبير كان قد دخلها 1700 فارس بحصنهم وحمولاتهم. أنا شخصيا أريد أن أحل هذا اللغز. أدعو الله أن يطيل عمري قليلا، سأحل لكم لغز بانابير وننزل في سراديب دير داتير. الباحثون الشباب لهم رأي آخر، يقولون بأن الممرات السرية لا تقودنا إلى مخابئ بانابير بل تقودنا إلى أماكن أخرى. في تلك المخابئ كانت تحفظ كنوز الملوك والأمراء في القرون الوسطى، وهذه القلعة كانت تعود للأمير أندور واحتلت فقط عام 1170 من قبل السلاجقة. وهناك رأي من دون أدلة بأنه من المحتمل أن تكون الكثير من تلك المخطوطات قد أنقذت ودفنت في الأرض في مكان ما بعيد قليلا عن القلعة، لأن هناك منطقة تدعى جيراتاخ ومعناه مدفن الكتب. هناك رأي يقول بأن أكبر الألغاز التي تركها فان داتير هي دعامة سولجان، أن دعامة سولجان التي أرحبت الأعداء بتأرجحها وحية الرهبان بتأرجحها، واليوم أدهشت المعماريين، تبقى لغزها غير محلولة. اسم داتير جاء كما يلي: عندما أنهى المهندس المعماري كنيسة القديسين بولس وبطرس ومن فوق القبة شاهد هذه الطبيعة الخلابة التي تحيط بالكنيسة، رفع يديه داعيا الله أن روح القدس يعطيه أجنحة ليحلق ويطير، وبهذا أصبح اسمه داتير أي يعطيني أجنحة. هذا المجمع الرهباني في سنوات 300 و400 لم يكن بهذا الشكل،
بل كان بشكل بسيط جدا. وفي القرن التاسع كانت الإمكانيات أفضل لتشييد كنيسة جديدة. وفي أسس الكنيسة القديمة عثروا على آثار الرسولين بطرس وبولس، فنقلوها إلى أسس الكنيسة الحديثة وبنوا عليها عمودين كبيرين. والكنيسة أيضا سميت باسم الرسولين بطرس وبولس. هذه هي الكنيسة، وشيدت عام 906، ومن الداخل جدرانها مغلفة بالصور تروي لنا التاريخ. وفي يومنا هذا تبقت من الصور الشيء القليل. الكنيسة لها 4 مخابئ تتواجد في الطابق العلوي، والغاية من المخابئ لإخفاء المدونات والمخطوطات من أعين الأعداء والغزاة، والمداخل يعرفها فقط أصحاب المدونات. The Amat Soligan، الثالوث المقدس والذي لحد الآن لا مثيل له، شيدت عام 906. الوثائق تشهد بأنه عندما شيدت الكنيسة شيدت مع هذه الدعامة وارتفاعها 8 أمتار ومثبتة على منظومة ذبذبة مشيدة شبيهة لسولجان الجاتوغيغوس، العمود وفوقه الوعاء وفي الأعلى الصليب، وهذا يدل على السلطة الأسقفية في داتيب. أن داتيب هو المركز الروحي لأقليم سيونيك. عند الغزوات من شدة أصوات أرجل الحصن كانت تتأرجح هذه الدعامة، والطلاب من خريجي داتيب كانوا يقفون قرب دعامة السولجان ويؤدون صلواتهم، فإن اهتزت الدعامة كان المرشح يستحق أن يمنح لقب الراهب. وفي الجزء الجنوبي من الدعامة نشاهد ساعة شمسية، وهنا تماثيل صغيرة مدمرة ومبعثرة وعددها 12، ويمثل الرسل 12. نشاهد هنا آثار أعمدة وجدار، وأمامنا العمق. هنا كانت كنيسة القديس كريكور المنور، كلها دمرت خلال زلزال عام 1931، ودمرت أيضا قبة الأجراس التي كانت قد شيدت عام 1904. نحن الآن أمام ضريح القديس كريكور لاتيراتسو. الضريح شيد عام 1768. هنا في السابق كان المدخل الجنوبي لكنيسة الرسولين بطرس وبولس، والقبر كان أمام المدخل لكي يسمح الناس للعبور من فوق قبره والدخول للكنيسة للصلاة والدعاء. وكما ذكر في الكتاب المقدس، خلقت من التراب وعدت للتراب. وهنا على الجدران كتب عن القديس كريكور داتيباتسو وعن صفاته الحميدة وعن مواعظه العظيمة، وذكر بأنه المنور الرابع. المنور الأول الرسول كاتيوس وبارتورميوس، المنور الثاني القديس كريكور المنور، والمنور الثالث سيروب باركير وميسروف ماشتوتس مخترع الأحرف الأبجدية الأرمينية، والمنور الرابع هو القديس كريكور داتيباتسو. الآن الكنائس تحتاج إلى صيانة حيث فيها الكثير للتعمير، فمثلا في أيام المطر الأمطار بسهولة تدخل للداخل. أن أطول تلفريك بالعالم نصب هنا، وبصراحة جلبت لنا الكثير من السواح ومن مختلف أرجاء العالم، مما أدى إلى تحول جذري في هذا المكان المقدس. في السابق مثلا كان مكان لإداء الصلوات والاعتكاف
وتأليف الدواوين، لأنها كانت منطقة بعيدة ومنعزلة ويصعب الوصول إليه. أما اليوم أصبح مزارا للسواح، وبكل سهولة يصلونه من مختلف بقاع العالم ومن مختلف الأديان. ومن الضروري جدا أن يوجد هنا مكان منعزل لا يسمح للسواح أبدا من الدخول إليه، لكي يتمكن الرهبان من الانعزال وأداء صلواتهم بالشكل الصحيح. تحول الموقع إلى أحد المراكز الفكرية المرموقة في القرن الرابع عشر بفضل تشييد جامعة تخرج منها العديد من الرهبان ورجال الدين وكبار العلماء في ذلك العصر. أصغانا الأعزاء، لو عجبكم هذا التقرير يرجى عمل مشاركة ليصل إلى أكبر عدد من متابعينا الأعزاء. إلى اللقاء في تقارير قادمة.